الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل الله الطاعات إن شاء الله وجعله في ميزان الحسنات. يا إخوة يا أحبة، يتساءل بعض الناس من المسلمين المخلصين الطيبين الذين يريدون بناء علاقتهم بالله سبحانه وتعالى على كل طيب، ولكن إذا أصابتهم بعض المشاكل، عوائق، مصائب في حياتهم، يأتي إبليس يتسرب الشك إلى نفوسهم، لماذا يفعل الله بي هذا؟ طيب، هل الله غاضب مني؟ هل أنا فعلت شيئا؟ قد ينظر إلى حياته لا يرى نفسه معتديا لا على حق الله ولا مقصرا، وفي الوقت نفسه ما زالت المشاكل تتوالى والمصائب تتوالى والعوائق تتوالى. طب أنا ماذا فعلت يا شيخ؟ السؤال التقليدي. لذلك أقف هنا بين يديكم في هذه الدقائق إن شاء الله لتصحيح مفهوم، ولله المثل الأعلى. أولا، التثبيت للنقطة الأولى، الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا مجالا للاجتهاد، وضح بكل صراحة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الهدف من وجودنا هو البلاء والابتلاء اللي هو الاختبار. الآن ليش ما ليش this is another story. الآن إحنا مخلوقين، هدف أساسي من وجودنا أن سنعرض لاختبار، نقطة. ففكرة ليش بيصير معي هيك هي سبب رئيسي من الإشكالين. أنا مش فاهم المعادلة، بدي أعمل فريزنج الآن شوي وأعطيكم مثال بسيط ولله المثل الأعلى. أنا داخل على امتحان، ما عندي أي تصور عن قوانين الامتحان نهائيا، والامتحان طويل 3 ساعات. أبسط شيء ما خطر على بالي أفكر فيه، عفوا، إني قد أحتاج الحمام، عفوا أدخل حمام، ممنوع قواعد الامتحان. فجأة شو بيصير فيه؟ بدي اضطراب شديد جدا وأضايق، وقد أتشاجر مع القائم على الامتحان، وممكن أسب وأشتم وأنسى المادة كلها وأرسب من وراء ممنوع مسموح أدخل الحمام. فرض لو كنت أعلم سلفا أنه ممنوع دخول الحمام بالامتحان، ولم يتغير الواقع، ما زال ممنوعا، اختلف اختلاف كبير، أنا أعلم سلفا أن دخول الحمام في الامتحان ممنوع، أبسطها أخذ احتياطاتي ولا أشرب السوائل، أبسطها أدخل متهيئا نفسيا، لا يحصل شجار ولا توتر حتى وإن لم يعجبني، وأنا لا يعجبني عدم دخول الحمام في الامتحان، ولكن أنا أعلم سلفا، متهيئ، مستعد، ما أخذ الاحتياطات. إذا لم أخذ الاحتياطات هي مشكلتي، رحت شربت 2 لتر مي ودخلت على الامتحان، هذه صارت مشكلتي أنا، الإهمال. ادفع الثمن الإهمال، اختلفت الصورة تماما، اختلفت عن أن أفاجأ تماما وأنا إنسان طبيعي جدا، فجأة ما ممنوع دخول الحمام وأنا بنصر الامتحان، تحولت إلى معركة وأفسدت عليك، ولله المثل الأعلى. موطن الشاهد، معرفتي بقواعد الامتحان أو جزء من قواعد الامتحان يعينني على التعامل مع الامتحان بحكمة وذكاء، لا يعني بالضرورة أني سأعجب بكل بنود الامتحان، مش بالضرورة يعجب، لكن اعلم والتزم. ومن قال أنه أي امتحان ندخله في حياتنا احنا معجبين بكل شيء فيه؟ من قال؟ من قال؟ فربنا سبحانه وتعالى، حتى تروا ديروا بالكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالأحكام، في أحكام قد تكون ثقيلة على النفس، لو خيرت قد لا أفعلها، لكن أفعلها طاعة لله، مش لأني مستمتع فيها بالضرورة، أبدا أبدا. الإمام الشافعي ينسب له قال: والله لولا الحلال والحرام لفعلت وكذا وكذا، يعني بمعنى أنا الذي يمنع، يعني أنا عندي شهوات، أنا أحب جدا أن أكون عندي هذا القصر بسهولة، وأحب جدا أن يكون عندي هذه السيارة بسهولة، طبعا أنا أستطيع ربما بكبسة زر أو بتوقيع أجيبة، لكن يمنعني من إمتاعي بشهوتي اللي هو إيش؟ القواعد الشرعية، احترام إرادة الله. طيب نأتي الآن، إذن التصحيح الأول، الذي خلق الموت ليبلوك، وإذن نحن في امتحان، فاعلم أنك بامتحان، ما بصير تتفاجأ كل شوي، زي في اللهجة المصرية في مزحة بقول لك الأكل 67 كف على حين غفلة، شو زي الكف الأول على غفلة وفهمنا، 66 الثانيين كيف غفلة؟ ما في غفلة. فهذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، هذا الامتحان ربنا وصف لنا من مواصفاته، قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا البلاء مش فقط بما هو مصنف عندنا شر وسوء، بل هو أيضا بما هو مصنف عندنا خير.
يعني احنا بالنسبة لنا لو واحد يقول لك يا اخي انا يعني والله حاس كأنه رب ده والعياذ، طبعا قيلت امامي بوجهي انا، قيلت من الناس، طبعا هي الفاظ كفرية، وناقل الكفر ليس لكافر وانما للتعليم. انا احد طلابي، احد طلابي في وجهي قال لي يا شيخ والله مش لاقي حدا يحط احطاطه مني غيري، والله بالحرف انا تجمدت الدم في عروقي، مش لاقي حدا في الكون يحط احطاطه غيري لمصيبة بسيطة كان يعاني منها، كان يحب فتاة وهي لا تريده، بس فقط. فهو استنتج من أن الفتاة بين قوسين طنشته، استنتج أن الله ترك الكون كله ونوى ينكد عليه، قالوا أنا دعيت الله والله لم يستجب لي، بهالبساطة هاي وبهالسذاجة، ومش عارف شو بدي أسميه. المهم موطن الشاهد. لكن كثير منا لا ينتبه أنه الامتحان أيضا في الأمور الطيبة والجيدة. يعني إحنا نقول فلان مريض مسكين البلاء نزل عليه، فلان قطعت رجله البلاء أفلس بلاء، لكن عمرنا ما قلنا مسكين فلان صار وزير، عمرنا ما قلناها، ما نحكيهاش، هي مسكين صار زعيم، مسكين صار مليونير، ما حد بيقولنا نروح نبارك له، نبارك له بإيش؟ أصبح وزيرا إذا بدك إياها بالشرع، الوزير من الوزارة والوزارة من الوزر، والوزر هو الحمل الثقيل. كان المسكين بده يتحاسب عند الله عن عيلته وقرايبه، صار بده يتحاسب عن وزارة التربية 6 مليون طالب مثلا، وزر وزر حمل ثقيل. من فينا يقول مسكين الله ابتلى بالوزارة؟ لا نقول هذا، مع أنه كلاهما بلاء وكلاهما اختبار وكلاهما امتحان. طيب من منا يقول مسكينة بشعة الله يكون بعونها، الله ابتلاها بأنها ليست جميلة؟ في حدا بحياتنا بيقول مسكين الله ابتلاها بأنها ملكة جمال؟ نيالها لا، هي مبتلاة أيضا بأنها ملكة جمال، لأن جمالها قد يطغيها فتأخذ جهنم بكبرها، وتلك قد تعترض على حكم الله وربما يعني يخطر منها شيء أيضا لأنها اعترضت على حكم الله، فأنه لم يجعلها بالجمال الذي تريده هي بالطريقة التي تريدها، ولم تنظر إلى نعم أخرى. فالجميلة جدا مبتلاة، والبشعة مبتلاة، والفقير مبتلى بالصبر على قضاء الله، والغني مبتلى على أن يؤدي حق الله في المال. فبالتالي هذه النقطة الثانية، إذا الأولى كلنا مبتلون أي مختبرون، النقطة الثانية البلاء بالخير والشر، الهدف من البلاء الفتنة، والفتن هو وضع التبر المخلوط بالشوائب مثل الحجارة والصخور والتراب على النار الحامية حتى يصفو. فهذا الفتن، بقول لك فتنت الذهب أي وضعته على النار الحامية. فالذهب لأنه يذوب بدرجة حرارة أقل من الصخور والتراب يصفو. فانظر إلى عظيم الحكمة الإلهية في الاستخدام، أنه الله يعرضنا لاختبار فيما هو خير أو شر بهدف نصفه، نطلع من الامتحان، هيك مصمم الاختبار. إذا أنا أسأت استخدامه هذا أمر آخر. والنقطة الأخيرة، كثير من الناس يشعر بعد معرفته لهذه الأمور أنه كأنه هو الوحيد الذي ربنا سبحانه وتعالى قدر له هذا البلاء ولا ينتبه. دعونا بشكل سريع جدا جدا جدا، خليل الله ابتلي بأبيه الكافر، نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو الله سبحانه، ابتلي بزوجته وابنه، يعقوب عليه السلام من أعظم الأنبياء مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ابتلي كل ولاده إلا يوسف عليه السلام. تخيل في داخل بيتك مكر وخداع وتقصد قتل من إخوة الأخيم، يعني هذا من منا يحتمله؟ تخيل واحد اللي وهله واحد فينا علمه أن ابنه يريد قتل أخته أو قتل أخوه، بل وسعى، بل بالنسبة له فعل، إيش حالتنا النفسية؟ أي بلاء هذا؟ طبعا هو شديد كان جدا، فحزن البلاء. نمشي بعمية الموضوع، نأتي ليه أعظم الخلق ونختم به صلى الله عليه وسلم. يعني لو وقفت ربما نصف ساعة فقط أعدد تعداد البلاءات التي نزلت عليه، ولد يتيما، خديجة رضي الله عنها، عام الحزن، الشتم، الاستهزاء، رمي القمامة عليه صلى الله عليه وسلم، فاطمة كانت تأتي وتزيل الأذى عنه لما كان يأتي عدو الله أبو جهل يضع، وأبو بكر يدافع عنه، والقصة كثيرة جدا، شتمة، أهينة، اتهمة، طردة، هجرة، أخذت أمواله، توفيت زوجته، ثم توفي أولاده وبناته جميعا باستثناء فاطمة رضي الله عنها توفيت بعده، كسرت رباعيته، نزفه،
اعتدي عليه، اتهم في عرضه. تطلع من منا يحتمل واحدة منها؟ يعني الحمد لله، الحمد لله. تخيل أحدنا أن تتهم زوجته بظاهر أدلة فوق 95% وتكون أنت معروف على أنك زعيم الكوميونيتي كلها، فجأة هذا يأتيك بقضية أنه زوجتك كذا 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 إلى آخره، والكل يستهزئ فيك، والمنافقون يشتمونك ويستهزئون بك، وإيش يا شيخ وإيش يا شيخ. طب قد يجلط أحدنا خلال 5 دقائق جلطة نازل الأرض مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق. حينما ننظر إلى كل هذه الابتلاءات، ينبغي أحدنا أن يتواضع مع الله. أنا لا أقول أن لا نتضايق بالمعنى البشري، إحنا كبشر طبيعي جدا نخاف ونقلق ونتضايق ونتعب وكذا، ولكن إذا أدركنا أن هذا الأمر علي وعلى غيري، وهذا جزء من قانون الله، ومطلوب مني أن أتعامل مع قانون الله بقانون الله. وهذا من عظيم فهم حكمة عمر رضي الله عنه لما قال لأبي عبيدة، القصة الشهيرة جدا، لما جاء وكان طاعون عمواس اللي بلغتنا وباء، لما أبو عبيدة أخذها بطريقة شوي حرفية، شاف عمر غير طريقه عن مكان الوباء، قال أتفر من قضاء الله يا أبو عبيدة يا عمر؟ قال يا أبا عبيدة أفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، يعني بمعنى أنت ما أدراك بنهاية قضاء الله، أنا أخذ بالأسباب، هذا من قضاء الله، بأخذ بالأسباب، وممكن بعد ما يأخذ على الجهة الثانية يصاب بالوباء، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد، نرضى بما أصبنا. في طريقة أصرف عني بالمعنى البشري؟ نعم أخذها. طب لا يوجد طريقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد، اللهم ردني، اللهم ثبتني، اللهم صبرني، اللهم أخرجني وأنت راض عنك. من استوعب المعادلة بهذه الطريقة يرتاح، لا يعني أن المشاكل تنتهي لا، لكنه يرتاح في التعامل مع المشاكل، لأنه استوعب منظومة القوانين التي صممها صاحب الكون في التعامل مع المشاكل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.